احدى الحلقات كان عندنا فقره تناولنا فيها الرئيس اردوغان رئيس تركيا، وجات لنا تعليقات كتيره جدا على صفحه قناه النهار، كلها اعتقد من اكونتات بره مصر خالص، يعني اغلبها حضراتكم تقدروا تشوفوا ده بنفسكم على صفحه قناه النهار، فهتلاقوا ان ناس من شوام، على ناس من تركيا، على ناس من قطر، تعليقات غريبه جدا جدا، متضايقين ازاي ننزل للمستوى ده، وازاي ان احنا يعني نعمل كده في رئيس دوله، هو عيب ان احنا نقول كلام زي ده على عدو، يعني عشان بس الأمور واضحة وفي نصابها الصحيح، هي تركيا دولة تعادي مصر، هي تركيا دولة لا تريد أي خير لمصر، الأمور واضحة. ولما حضرتك تقول لي أنا كده أو تنصحني إن أنا ما أعملش معاهم كده، لا أنا آسف، هم بقالهم سنين بيعملوا كده، احنا بنبقى مؤدبين وشاطرين نسمع الكلام، احنا مش نقل أدبنا، لكن كان مهم إن هم يعرفوا إن احنا نعرف نعمل كده، بس ما بنرضاش، لكن لو عايزين هنعمل. بيقولوا على أردوغان إن هو خليفة المسلمين، وهو البلد عندهم ما شاء الله عندهم 80 ولاية، في 50 ولاية منهم فتح بيوت للدعارة، وفي كمان فترين وفي حاجات كتير كده، مين قال بقى ان ده يبقى خليفة؟ ازاي؟ لك سؤال هنا دكتور، باعتبار حضرتك انت تعد مسؤول في النظام التركي وشخص مسلم، عندما تمر على البارات او على أندية التعري او على بيوت الدعارة، ألا تتأذى شخصيا؟ لا والله أتأذى بنفسي، يعني لا أريد الناس يعملوا مثل هذا الأشياء لأنه يضرهم، يعني هذا ضرر لهم، يعني يعني على فكري. ألا تتمنى إزالة هذا المنظر؟ أتمنى لا إزالة هذا المنظر، لا أتمنى المنع، نحن ضد المانع، ضد المنع لا نمنع. كمسلم انت مسلم لا استطيع ان امنع كده. بسم الله الرحمن الرحيم، عرفنا ان دوله الخلافه اللي هم هيعملوها اول حاجه هيعملوها فيها ان هم هيرخصوا بيوت الدعاره وانديه التعري. والله يا جماعه واضح كده ان الراجل من جواه رافض، بس هيعمل ايه؟ في ناس عايزه تروح بيوت دعاره وناس عايزه تروح انديه التعري، وهو مع الحريات، فيعني ما نظلموش، هو من جواه رافض. لا نمنع كمسلم انت مسلم، لا استطيع ان امنع من الناس. لا تستطيع لكن تتمنى. ليس ان لا استطيع فقط، يعني لا اريد. ايه؟ لا تريد؟ بص بقول عليك طلعت ورق اسود. اول انا برايي المبدا الاسلامي هو الحريه، من يريد ان يشرب فليشرب. يعني لا نستطيع ان، لكن الرسول لم يفعل ذلك. الرسول يفعل على المسلمين، ينصح المسلمين لا تشربوا ولا تزنوا الى اخره. لا تزنوا الى اخره، ولكن لو يزني، يعني ليس في الحقوق التركية أن نفرض على الكل على الناس. يعني هو يا معلم عادي جدا أنك ترخص بيوت الدعارة وأندية التعري وتقول حريات، لكن فيما يخص شعائر الأديان التانية المقدسة مفيش حريات، فتحول لهم كنيسة آيا صوفيا لجامع. بعد ما عرفنا أن مبادئ دولة الخلافة بتاعتهم اللي هم عايزين يعملوها دي ترخيص الدعارة وبيوت التعري، زمان لما أردوغان اتسأل عن تحويل كنيسة آيا صوفيا لجامع، تعالوا شوفوا كده قال إيه. Getirisi götürüsü nedir? Burada açıklamam doğru olmaz. Bunun bir götürüsü var. O bizim için faturası çok daha ağırdır. Unutmayalım. Şu anda dünyanın çok çeşit ülkelerinde bizim binlerce camimiz var. Acaba bunu söyleyenler bu camilerin başına ne gelir? Bunu düşünüyor mu? İşte şu anda kundaklama hareketleri şunlar bunlar birçok şeyler yapılıyor. Ya bunları düşünmeden söylüyorum. Da hukmeddin ahu. Allah kah. Şuftu Erdoğan Ali. Tabi yuvin dul Erdoğan ameli. Bu Ayasofya Camii olarak aynen koyarız. Ve nasıl Sultanahmet Camii'ni gelip bütün turistler geliyor. يبقى من الواضح كده يا جماعة إن موضوع الدين في دولة الخلافة المزعومة دي مطاطي مطاطي والله والله. في سياسة تقول